طيب هلا حنسمع شيء، بعد ما نخلص بدي منك بكلمه واحده توصف لي مشاعرك انت وعم تسمع هي الاغنيه بالذات لانه بتعني لك كثير. تفضل. تفضلوا شباب. بدي اقول لك شغله قبل الكلمه. اه الشارع تحديدا. ايه تخانقت انا وطاهر ماملي اللي بنوجه له هلا تحيه مشانه. اكيد تحيه كبيره للموسيقار طاهر ماملي. عم نصور. ايه عم نصور برحله. راح اجى جاب لي سي دي قال لي اسمع على هي المقدمه يا استاذ. سمعنا المقدمه. طبعا نحن عندنا مشكله، الموسيقيين كلهم دائما بيحبوا يروحوا باتجاه الاوركسترالي والفيل هارموني وانه فرق وما فرق واكورات. المهم عمل مقدمه ومن يعني تاليف ممدوح عدوان الله يرحمه، تعيش الله يعني يرحمه يعني هذا الكاتب الاستثنائي كبير. عملها هيك وكان في كلمات هو كمان كاتبها، كان ممدوح عدوان الله يرحمه، انه للعدل لون واحد والحق ألوان ومدري شو، في شيء هيك يعني مثقف. وزير سالم سيرة شعبية يعني بده يوازي شيء تبع ناس، تبع ناس وصفاء وحكاية يلمس مروية ومغنات ومحكية بالضبط ومعمولة يعني ومعمولة يعني معمولة تلفزيون مرتين معمولة. قلت له طاهر الله يسترك بس خذوا أعطي معي دقيقتين. قال لي تفضل. قلت له في بيتين موجودين بالمسلسل لحل اياهم بس فقط لا غير. يقول الزير ابو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ميلينا واللان الحديد ما لان قلبي وقلبي من حديد القاسيين. لان قلبك لما سمعته اوه رجعت لهداك الزمن. ايش